هو إيه اللي يخلي غرفة الملك تطل على السماء؟ داخل غرفة الملك في فتحات، واحدة على الحائط الشمالي والأخرى على الحائط الجنوبي، بتوصل لممرات ضيقة أو نفقين بيوصلوا لسطح الهرم. ليه بقى؟ في 3 آراء في الموضوع ده. أول حاجة إن هي استخدمت كفتحات تهوية لغرفة الملك، وتاني رأي إن هي بتساعد روح الملك في العالم الآخر للوصول للأبدية، وتالت رأي النفقين دول متوجهين لنجم أو مجموعة نجمية كان ليها شأن في المعتقدات الدينية المصرية القديمة، زي نجمة الشعرى اليمنية، وكانت بتتسمى عند قدماء المصريين سوب بيزيت، وكان بياخد ترتيب رقم 7 في شدة لمعانه بين النجوم. اعتمد المصريين عليه في تحديد بداية السنة، خصوصا التوقيت الصيفي، وكان بيظهر قبل بداية الفيضان. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير.